المجلس العسكري جلس مع بعض قادة الأحزاب، وهذه الأحزاب ليس لها قوة موجودة في المتظاهرين في كل الميادين، وهذا أكبر خطأ بل خطيئة يقع فيها المجلس العسكري الآن. الآن الحوار يجب أن يتوجه مع المقيمين في الميادين والشوارع. الأحزاب مش حتى لو اتفقت لن تتمكن من فرض أي حل. أنا في اعتقادي أن المسألة أصبحت خطيرة، وعلى المجلس العسكري أن يأخذ في اعتباره أن الشعارات الآن تجمع على إسقاط المجلس العسكري. طيب سيد أمين، بغض النظر عن الجهات التي تجتمع مع المجلس العسكري ومدى تمثيلها لقوى المعارضة، إذا ما تحدثنا عن النتائج التي يجري الحديث عنها الآن، هناك حديث عن تشكيل حكومة إنقاذ وطني وإجراء انتخابات رئاسية قبل منتصف العام القادم، ما رأيك في هذه النتائج؟ أنا في تقديري تشكيل حكومة ائتلاف وطني مهمة عاجلة الآن،